دعونا نتعلم القليل عن قانون الأعداد الكبيرة Law of Large Numbers، والذي هو في عدة مستويات وواحد من أكثر الأمور البديهية في الرياضيات ونظريات الاحتمالات، ولكن لأنه ينطبق على أشياء كثيرة فإنه غالبا ما يساء فهمه. وحتى يكون كل شيء واضح، دعوني فقط أعرف هذا أولا ومن ثم أتحدث قليلا عن المعنى. لذلك دعونا نقول أن لدينا متغير عشوائي X، ونحن نعلم أنها قيمة متوقعة أو وسط حسابي، وينص قانون الأعداد الكبيرة على أنه لو أخذنا عينة N من المشاهدات للمتغير العشوائي وأردنا المتوسط لهذه المشاهدات، حسناً، دعوني الآن أعرف متغير آخر، دعونا نسميه xn وفوقها خط، إن هذا هو الوسط الحسابي لn من المشاهدات للمتغير العشوائي، وهذه فعلياً هي أول الملاحظات، وبذلك تستطيع القول بأنك ستقوم بالتجربة مرة وستحصل على هذه المشاهدات وستعيدها مرة أخرى، لقد حصلنا على هذه المشاهدات، وسأعيد التجربة بمقدار n من المرات، وبعدها سنقسمها على عدد المشاهدات. هذا هو الوسط الحسابي للعينة، وهذا هو الوسط لكل المشاهدات التي قمنا بها. إن قانون الأعداد الكبيرة فقط يخبرنا بأن الوسط للعينة يصل إلى القيمة المتوقعة للمتغير العشوائي، ونستطيع أيضا كتابته كالوسط للعينة. الوسط للعينة سيقترب من الوسط الحسابي للمجتمع لإن تؤول إلى ما لا نهاية، وربما أن هذا سيكون أقل وضوحاً حول ما يعنيه الاقتراب أو الالتقاء، لكنني أعتقد أن المعنى سيكون أكثر بديهية بالنسبة لكم فيما لو أخذنا عينة كبيرة كافية هنا والتي سأنتهي بها للحصول على القيمة المتوقعة للمجتمع كافة. أعتقد أن هذا الشيء بديهي للجميع، فإذا قمنا بمحاولات كافية لعينة كبيرة فإن المحاولة سوف تعطيني الأرقام التي أتوقع أنها ستعطينا القيمة المتوقعة والاحتمال وكل ذلك، ولكنني أعتقد أنه في كثير من الأحيان يساء فهمه من حيث سبب حدوثه. وقبل أي شيء اسمحوا لي أن أقدم مثالا محددا. إذا دعونا نقول أن لدينا متغير عشوائي x وهو يساوي عدد الرؤوس بعد 100 رمية لعملة منتظمة، إذا number of heads after 100 tosses of a fair coin. وقبل كل ذلك نحن نعلم أن القيمة المتوقعة لهذا المتغير العشوائي هي عدد الرميات، عدد المحاولات ضرب احتمال النجاح في أي محاولة، وهذا يساوي 50. وبذلك فإن قانون الأرقام الكبيرة يقول أنه إذا أخذنا عينة أو كان لدينا متوسط لعينة من المحاولات فإننا سنحصل لأول مرة سنجري فيها هذه المحاولة، سأرمي 100 عملة في صندوق، وبعدها سأهز الصندوق وأحصي عدد الرؤوس وأحصل على 55، وهذا سيكون إكس واحد، وبعدها سأهز الصندوق مرة أخرى وسأحصل على 65، وبعدها سأهز الصندوق مرة أخرى وأحصل على 45، سنعمل هذا إن من المرات، وبعدها نقسمه على عدد المرات التي عملناها. إن قانون الأعداد الكبيرة فقط يخبرنا أن هذا معدل جميع المشاهدات، وهي ستقترب من 50 عندما n تؤول إلى ما لا نهاية، عندما n تؤول إلى ما لا نهاية. إذا مرة أخرى، هذا عندما n تؤول إلى ما لا نهاية، وأنا سأتحدث قليلا عن سبب حدوث هذا. إن الكثير من الناس يمكنهم معرفة أن هذا يعني أنه بعد 100 محاولة إذا أردنا المتوسط فإن قانون الاحتمالات سوف يعطي رؤوس أكثر أو رؤوس أقل كنوع من إحداث الفرق، وهذا حقيقة ليس ما سيحدث بالضبط،
دعوني أفاضل وسأستخدم هذا المثال، لذلك دعونا نقول دعوني أعمل رسما بيانيا وسأستبدل الألوان، سوف أرسم ما يشبه المحاور التي نعرفها. حسنا، بهذا الشكل، هكذا، هذا هو إن. إن محور X هو N وهي عدد المحاولات التي قمت بها، ومحور Y دعوني أجعله الوسط للعينة، ونحن نعلم ما هي القيمة المتوقعة، ونعرف أن القيمة المتوقعة لهذا المتغير العشوائي هي 50. دعوني أرسم هذا هنا، هذا هو 50 فقط. سنذهب إلى المثال الذي قمنا به، لذلك عندما n تساوي، دعوني فقط أضع هذه الإشارة هنا. إذا محاولتي الأولى حصلت فيها على 55 وكانت هي المتوسط، لقد حصلت على نقطة واحدة، وبعد محاولتين دعونا نرى حصلنا على 65، وبهذا فالمعدل يصبح 65 زائد 55 تقسيم 2 ويساوي 60، وبعدها يرتفع المعدل قليلا ومن ثم نحصل على 45، وهذا يعطيني المعدل للأسفل قليلا. أريد أن أعين 45 هنا، والآن لدي المعدل لجميع هذه هنا، فما قيمة 45 زائد 65؟ إنها 55 زائد 65، وهذه 120 زائد 45 وتساوي 165 تقسيم 3، و165 تقسيم 3 يساوي 5، و5 ضرب 3 يساوي 15، إنها 53، آسفة، إنها 55، لذا المعدل ينزل لأسفل ليصل إلى 55، وسنحتفظ بعمل هذه المحاولات. حسنا، بعد أن قمنا بثلاث محاولات والمعدل هناك، فإن الكثير من الناس يرون أن الاحتمالات تجعلها محبوبة أكثر، حيث أننا نحصل على رؤوس أقل في المستقبل. إن العديد من المحاولات سوف تكون للأسفل هنا لإحضار المتوسط إلى الأسفل، وهذا ليس ضروريا لهذه الحالة، وبالسير للأمام نرى أن الاحتمالات دائما متشابهة، الاحتمالات دائما 50% والتي تعطينا الرؤوس، إنها غير محبوبة إذا كان لدينا مجموعة من الرؤوس البدء معها، أو إذا كانت أكثر من المتوقع البدء معها. جميع الأشياء المفاجئة يمكن أن تتكون، وأنا أود أن أحصل على ذيول أكثر، أي أنه إذا كان لديك خط طويل من الرؤوس، أو إذا كان لديك عدد غير متناسب من الرؤوس، لأنه في بعض النقاط سيكون لديك احتمال أعلى للحصول على عدد غير متناسب من الذيول، وهذا ليس صحيحا تماما الذي يخبرنا به قانون الأعداد الكبيرة. دعونا نقول أنه بعد عدد محدود من المحاولات فالمتوسط، في الواقع أنه احتمال قليل لأن يحدث هذا، لكن دعونا نقول أن المتوسط موجود لأعلى هنا، أنه بالضبط عند 70. في الواقع لقد ابتعدنا قدرا جيدا عن القيمة المتوقعة، لكن ما يقوله قانون الأعداد الكبيرة أننا لا نهتم بعدد المحاولات هنا، حيث يوجد لدينا عدد لا نهائي من المحاولات المتروكة، وهذه القيمة المتوقعة لهذا العدد اللامحدود من المحاولات، خاصة في هذا النوع من الأوضاع سيذهب ليكون هذا. لذلك عندما تجد المتوسط لعدد محدود، فإن المتوسط يذهب إلى أرقام كبيرة وبعدها إلى أرقام لا نهائية، حيث يذهب ليقارب هذا. سوف نمضي هنا حتى نعود لنتلاقى بالقيمة المتوقعة. هذه كانت طريقة لوصف هذا، وهذا ما يخبرنا به قانون الأعداد الكبيرة، وهو شيء مهم. إنه لا يخبرك بأنك إذا حصلت على مجموعة من الرؤوس التي بطريقة ما تزيد من احتمالات الحصول على ذيول كنوع من التعويض عن الرؤوس، إنه لا يخبرك أنه لا يهم ما يحدث خلال عدد محدود من المحاولات، لا يهم ما هو المتوسط خلال عدد محدود من المحاولات، فلديك عدد لا نهائي من المحاولات
المتروكة، وإذا كنت تفعل ما يكفي منها فإنك سوف تعود لتلاقي القيمة المتوقعة لديك، وهذا شيء مهم للتفكير به. ولكن هذا لا يستخدم في الممارسة العملية كل يوم مع اليانصيب والقرعات، لأنه من المعروف أنه إذا عملت عدد كبير وكافي من العينات وكان بإمكانك حسابها، إذا عملت عدد كبير وكافي من العينات فما هو احتمال أن الأشياء ستنحرف بشكل ملحوظ. في اليانصيب كل يوم يتم العمل على هذا المبدأ، أي أنك إذا أخذت عدد كافي من الناس بالتأكيد خلال فترة قصيرة أو مع العينات الصغيرة، بعض من الناس قد تبقى بالمنزل، ولكن خلال فترة طويلة ستجدهم دائما يسعون وراء الفوز، لأن متغيرات الألعاب هي ما تجعلك تلعب. على أي حال هذا الشيء مهم في الاحتمالات، أعتقد أنه بديهي إلى حد ما، على الرغم أنك أحيانا عندما تثبته بشكل رسمي مع المتغير العشوائي فربما سيكون مربك بعض الشيء. كل ما قلناه هو أنك كلما أخذت الكثير والكثير من العينات فإن متوسط العينة سيذهب ليقارب المتوسط الصحيح، أو ينبغي علي أن أكون محددة أكثر، الوسط للعينة سوف يتقارب إلى الوسط الصحيح للمجتمع أو للقيمة المتوقعة للمتغير العشوائي. إلى اللقاء.